لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو يفجر غضب الجزائريين، امرأة وأبناؤها يعتدون بالخناجر على صيدلية. استيقظ الجزائريون يوم الجمعة على فيديو صورته كاميرات المراقبة لاعتداء متوحش على صيدلية ونفذته عائلة من أم وأبنائها باستعمال الأسلحة البيضاء. أدانه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يتهجمون على صيدلية تقع في حي باب الزوار شرق العاصمة الجزائرية بالأسلحة البيضاء على عمالها، الذين حاول أحدهم تجنب طعنات الخنجر في حين حاول آخرون الدفاع عنه وحمل قضبان والاحتماء بها. وتواصلت وحسب الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل المعركة خارج الصيدلية بعدما تجمع عدد من المواطنين أمامها وفر بعض العمال إلى الشارع. وبث صاحب الصيدلية الدكتور تابتي تصريحا حول الاعتداء قائلا إن الفاعلين هم عائلة واحدة متكونة من سيدة وثلاثة أبنائها تقدموا إلى الصيدلية لاقتناء أدوية، لكن لم يكن ذلك ممكنا، وبعد شوشرة غادروا ليعودوا بعد ثلاثة ساعات في سيارة حاملين الأسلحة البيضاء فيها ونفذوا اعتداءهم علينا. وأضاف المتحدث أن الحادثة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بعضهم لا يزال يركض في المستشفى في وضعية حرجة. وتسجل دوريا اعتداءات متفاوتة الخطورة في الصيدليات الجزائرية، أغلبها بسبب الإجراءات الصارمة التي يفرضها القانون على منح الأدوية التي تستخدم كمهلوسات، حيث يحاول البعض الحصول عليها بالقوة ولو استدعى ذلك استخدام الأسلحة البيضاء. وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، حيث طالبوا بتوفير الأمن في هذه المؤسسات الصحية وتجديد العقوبات على مستهلك المخدرات وعلى حامل الأسلحة البيضاء. اعتداء في قلب المدينة بهذه الطريقة الوحشية يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين. وقال آخر العدالة مطالبة بأن تشدد العقوبات عند القبض على هؤلاء كثرة الاعتداءات ومعها وضحايا. وفدى بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء إنه عملا بأحكام المادة من قانون الإجراءات الجزائية. تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام أنه بتاريخ 24 جويلية 2024 في حدود الساعة 6 مساء، وبناء على نداء من مركز السيطرة والقيادة لأمن ولاية الجزائر، مفاده تعرض عمال صيدلية كائنة بحي 5 جويلية باب الزوار للاعتداء مطبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض من طرف مجموعة من الأشخاص، حيث تنقل رجال الضباطية القضائية إلى مكان الوقائع أين تبين أن الأمر يتعلق باعتداء على 6 ضحايا تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيها. وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق ابتدائي وتوقيف 4 مشتبه فيهم من عائلة واحدة، من بينهم امرأة بتاريخ أمس الموافق 27 جويلية 2024، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة
وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنح إنشاء عصابة والمشاركة فيها بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء، التخريب العمدي لملك الغير ومحاولة الحصول على المؤثرات العقلية باستعمال العنف، وطبقا لأحكام قانون العقابات، قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم الاستعمال والإتجار غير المشروع بها. وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهما جميعا الحبس المؤقت، وأشار البيان أن العقوبات القصوى المقررة لمثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام. والدتهم دفعتهم لارتكاب الجريمة. وقال صاحب الصيدلية في تصريح جديد بأن والدة الفاعلين هي التي كانت تحرضهم على الاعتداء، حتى إنها كانت تصرخ وتطلب من ابنها أن يقتلوا الصيادلة، وأنها ستتكفل بإحضار المؤونة والطعام لهم إذ ما دخلوا السجن، حيث رددت بالعامية اقتلوهم وأنا نجيب لكم القفة. وصدم التصريح الذين أكدوا أن والدة الجناة كانت تدفعهم إلى ارتكاب الجريمة. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.